بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم ولاء صلاح. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البانيه، الاسكالوب بانيه بتاع الفراخ. طبعا هنحاول نعمله مع بعض بطريقة صحية شوية، ان احنا هنقلل كمية الزيت اللي هنقليه فيها. تعالوا مع بعض نشوف المقادير. عندي هنا في الطبق دول نص كيلو فراخ صدور، التتبيلة معلقة صغيرة توم باودر، ومعلقة بصل بودر، وعندي فلفل اسود وملح، وحوالي نص معلقة صغيرة من اللي هي السبع بهارات، وربع معلقة صغيرة بابريكا، وعندي كمان معلقة خل، ومعلقة صغيرة مستردة، ونص معلقة صغيرة عسل ابيض. طبعا اللي ما عندوش مستردة ولا مش حابب يحطها براحتكم، بس هي بتدي طعم حلو للبانيه. طبعا اللي مش حاببها هيشيلها هي والعسل. انا حاطه نص معلقه صغيره عسل عشان تكسر حده المستردة مع التوابل. هقلب التتبيله كلها مع بعضها وهتبل بيها الفراخ وارجع لكم تاني ان شاء الله. وده عندي البانيه بتاعي زي ما حضراتكم شايفين، تبلته بالشكل ده. طبعا تتبيله البانيه ما بنحطش فيها اي نوع من انواع الزيوت علشان ما تخليش الطبقه بتاعه البقسماط تفصل معانا وتطلع اثناء القلي. طبعا تتبيله سهله جدا وسريعه، ما فيهاش تقطيع بصل ولا اي حاجه، كلها توابل ناشفه. هسيبها تتبل حوالي ساعتين او اكتر. طبعا كل ما نسيبها في التتبيله اكتر كل ما تدينا طعم احسن. هسيبها بقى تتبل شويه وبعدين اقول لكم هنعمل ايه. تعالوا بقى معايا بعد ما سيبنا البانيه يتبل شوية، تعالوا بقى نعمله مع بعض في البيض والبقسماط. انا عندي هنا ده دقيق وعندي ده بقسماط. الخلطة دي انا اللي بعملها، بجيب عيش فينو وحمصه في الفرن، وبعدين اطفي عليه الفرن واسيبه في الفرن لحد ما ينشف. وبعد ما ينشف كويس بطحنه في الكبة، وبعدين بحط عليه حوالي معلقتين دقيق وحوالي معلقتين كبار برضو نشا، وبحط عليه كمان الكورن فليكس اللي هو بتاع الذرة علشان يديني قرمشة. بطحنه طحنة خشنة شوية وبضيفه عليهم اللي هو بيبقى ده الكورن فليكس بتاع الذرة عشان يديني قرمشة في قلب البانيه بتاعي. وبعد كده بتبلهم بتوم باودر وبابريكا وزعتر ناشف وبصل بودر بس، وتبقى دي عندي خلطة البانيه بتاعتي زي الخلطة اللي كنا بنشتريها جاهزة. انا عندي ده بيض، انا بيضة حطيت عليها حوالي معلقتين ثلاثة لبن وملح وفلفل اسود، وضربتها بالشوكة عادي. انا عندي بحب اشتغل على الاكياس بتاعه الثلاجه، طبعا تفتحوا اكياس ثلاجه نظيفه، بحب اشتغل عليها. اولا بتوفر لنا مواعين، ثانيا بتسهل عليا ان انا اعرف ادق البانيه كويس عشان بمسك الكيس وادق بيه عشان ما يوسخش ايدي، وكمان يديني مساحه ان انا اعرف ادق. تعالوا بقى نشوف هنبدا ازاي. اول حاجه باخد قطعه من البانيه بتاعي وبعدين اعمله في الدقيق كويس. ممكن اخد الكيس يساعدني كده، علشان كده قلت الكيس هيساعدكم كتير خصوصا في الدق بتاع البقسماط. وبعد ما بعملها كده في الدقيق هنفضها كويس، بعدين هروح في البيض باللبن بتاعي، انزلها في البيض واللبن كده اتاكد انها شربت كويس، وبعدين هنفضها كويس، وبعدين اروح على البقسماط. تعالوا بقى نشيل ده عشان نعرف نشوف مع بعض. انا هروح في البقسماط، شايفين الكيس بيساعدني، هاخد كده الكيس واحط عليه البقسماط، وبعدين هاجي بكف ايدي وادقه بقى كده، هاجي بالكيس ادقها كويس كده زي ما حضراتكم شايفين. اولا علشان تتفرد ما تكشش معايا في التحمير، ثانيا عشان البقسماط يمسك معايا. شايفين البقسماط فيه ازاي حتت خشنه، ده اللي هو الكورن فليكس. بعدين بقلبها كده على الناحية التانية، وبعدين برضو اخد بالكيس كده، وممكن اقفل الكيس كمان عشان ايدي ما تتعكش كده بقسماط، وادق كده كويس، اتأكد كده انها دقت من الناحيتين كويس، واضغط على الاطراف لان الاطراف بتبقى اكتر حاجة تخينة، وبعدين
امسكها انفضها كده من البقسماط الزياده، شايفين شكلها بيبقى عامل ازاي، والكورن فليكس الخشن بيبقى عليها. دقيناه كويس، البقسماط ثابت عليها ما بيقعش. انا هعمل بقى كل البانيه بتاعي بنفس الطريقه، وبعدين نرجع نكمل مع بعض نشوف هنحمرهم ازاي. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنحمر البانيه بتاعنا ازاي. انا عندي هنا طاسة على النار حطيت فيها زيت وسيبته يسخن كويس جدا، بس زيت مش كتير زي ما حضراتكم شايفين، يدوب مغطي ارضية الطاسة، اولا عشان يكون صحي اكتر، ثانيا علشان كل ما يتوسخ من البقسماط اعرف ابدله واحط زيت نظيف، طبعا عشان ما اقليش فيه كتير. تعالوا بقى نشوف، هاخد كده واحدة انزل بيها في الزيت، احاول انفضها من البقسماط كويس قبل ما انزل بيها عشان ما تبهدليش الزيت بتاعي بسرعة، ومش هقلبها ولا هاجي جنبها غير لما تتحمر تماما من الناحية الاولى عشان ما يفكش معانا طبقة البقسماط، وكمان علشان يفضل مقرمش معانا ما يتبهدلش ويطرى. انا بقى استنى اتحمر من الناحية الاولى ونكمل مع بعض. عندي اتحمر اهو من الناحية الاولى، قلبته على الناحية التانية، وبعدين بعد ما يتحمر من الناحية التانية هديله كمان قلبة على كل ناحية عشان اتأكد ان هو استوى كويس، وبعدين اطلعه على مناديل مطبخ زي ما حضراتكم شايفين. ومش بس كده، كمان ببقى مجهزة عندي منديل مطبقاه كذا ناحية، واول لما يطلع البانيه هضغط عليه بالمنديل كويس قوي من الناحيتين عشان امتص كمان اي زيت زيادة. انا بقى هحمر الكمية بتاعتي كلها واوريها لكم لما تخلص. وده شكل البانيه بتاعي بعد ما حمرته، زي ما حضراتكم شايفين واخد لون ذهبي جميل، وعايزة اوريكم كمان الكفر بتاعه مطلعش من عليه، شايفين زي ما هو ماسك عليه اهو، مفكش من الكفر اللي عليه، مقرمش، طعمه جميل. التتبيلة دي هتعجبكم جدا وان شاء الله تنور رضاكم، تتبيلة سهلة جدا وكمان طعمها بيكون حلو قوي. كمان البقسماط اللي بنعمله في البيت بالطريقة اللي قلتلكوا عليها هيعجبكوا قوي، وبيخلي البانيه كمان مقرمش وبياخد وقت في التحمير علشان بيكون فيه دقيق ونشا. وممكن كمان التتبيلة دي تعملوها وتشيلوها لرمضان ان شاء الله، ويبقى جاهز عندكم التبل تطلعوه وتعملوه في البيت والبقسماط على طول. في ناس بتحب تشيله بالبقسماط، بس انا صراحة ما بحبسش الطريقة دي عشان البقسماط بيعرق في الفريزر ومش بيبقى شكله حلو خالص. ولو عجبتكم وصفتي للنهاردة ما تنسوش تعملوا لها لايك وشير وتعملوا سبسكرايب على القناة عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. كل عام وحضراتكم بخير، رمضان كريم.